السلام عليكم. يقول من أطلق مشروع قناة الرافدين الفضائية في 10 نيسان من العام 2006 إنهم أرادوها لتكون قناة فضائية عراقية تسعى وتعمل على إعادة الثقة بالنفس عند العراقيين الأسراء وتوحيد صفهم ومحاربة الطائفية نهجا وخطابا، والتي برزت وتعالت في حقبة الاحتلال الأمريكي بعد العام 2003 ونبذ هذا الاحتلال ومخلفاته السياسية والفكرية. وهكذا انحازت قناة الرافدين الفضائية في مسيرتها ومن لحظة إبصارها النور إلى قضية العراق وشعبه في مناهضة الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الطائفية الفاسدة، وواكبت في تغطيتها الإخبارية المستمرة كل الحركات الوطنية والشعبية المناهضة لمشروع الغزو ومخرجاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 16 لانطلاق قناة الرافدين الفضائية، والتي سيكون فيها معنا في هذه التغطية طبعا كل من الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، والإعلامي والباحث السياسي وليد الزبيدي عبر سكايب أيضا، وسيكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، حياكم الله. رغم الاستهداف والضغوط التي تعرضت لها قناة الرافدين الفضائية خلال مسيرة عملها، إلا أنها ظلت متمسكة بمنهجها التحريري والخط الوطني في التصدي لمشروع تدمير العراق الذي بدأه الغزو الأمريكي وعمليته السياسية. وانحازت القناة منذ إبصارها النور عام 2006 إلى العراق وهوية شعبه الوطنية الكلية وفضح النهج الطائفي الذي جلبته معها قوى العملية السياسية الفاسدة، والعمل على ترسيخ وتعزيز الثقة بالنفس عند الشعب العراقي وقواه الحية الشعبية والوطنية وقدرتهم على مواجهة الاحتلال الأمريكي والإعلام الغربي والطائفي الذي أراد تثبيط هممهم وإشاعة روح الهزيمة والخنوع. فجاء انطلاق قناة الرافدين في هذه الحقبة المفصلية والدقيقة من تاريخ العراق ليمثل خطابها الوطني السائر عكس تيار الاحتلال ضربة قوية لمشروع الغزو وقواه الطائفية، فبدأت الحقائق تظهر جلية للرأي العام العراقي والعربي، حيث كانت الرافدين في مواجهة مباشرة مع الاحتلال الأمريكي وقوى العملية السياسية وميليشياتها بالصوت والصورة، محطمة حواجز الخوف ومعيدة الحياة للوعي الجمعي العراقي بعد محاولات تغييبه وتشويهه. فضحت القناة بإمكاناتها البسيطة حجم الدمار والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال والميليشيات وفرق الموت الرديفة لها والفساد الذي رسخه المسؤولون الحكوميون، كما واكبت الرافدين أعمال المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي. في عام 2006 كانت قناة الرافدين على موعد مع استهداف مكتبها في بغداد بسيارة مفخخة، إلا أن هذا الاستهداف لم يثنها عن أداء رسالتها الإعلامية الوطنية، إذ واصلت مهمتها في الدفاع عن العراق ومؤازرة المظلومين بوجه السلطة وميليشياتهم. وتحت ضغط الرشا التي قدمتها حكومة المالكي للسلطات المصرية، أغلق مقر القناة الرئيسي في القاهرة، ومن ثم جرى نقله إلى مدينة اسطنبول. قناة الرافدين كانت طوال مسيرتها الأنموذج المشرق لإعلام مقاومة الشعوب للغزو والاحتلال الأجنبي، الإعلام الذي لم يهادن أو يساوم أو يخضع للتهديد أو الابتزاز، جاعلة من قضية العراق وشعبه البوصلة التي لن يضيع أو يتيه من يهتدي بها، حتى وإن كان الطريق حالك الظلام. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 16 لانطلاقة قناة الرافدين الفضائية في 10 نيسان من العام 2006. في هذه التغطية سيكون معنا الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب الإعلامي والباحث السياسي أستاذ وليد الزبيدي،
وسيكون معنا أيضا الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، ونجدد الترحيب بالضيوف الكرام الجاهز والذي لم يجهز بعد. ونبدأ من عمان مع الدكتور مثنى حارث الضاري. دكتور مرحبا بك. دكتور اسمعنا، الصوت غير جاهز. خلص نعود إلى دكتور رافع الفلاحي. دكتور، أي أهمية وضرورة كانت لانطلاقة قناة الرافدين الفضائية يعني بعد وقوع العراق في حقبة الاحتلال الأمريكي، وإطلاق مشروع العملية السياسية، مشروع تفكيك الدولة العراقية، تهشيم الدولة العراقية، الإجهاز على كل ما هو عراقي مادي وغير مادي، هوية وطنية جامعة، مقدرات الدولة، كانت هناك ضرورة وأهمية لقناة الرافدين، ما هي هذه الأهمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام وحيي قناة الرافدين في هذه الذكرى العزيزة والكبيرة عليها وكل العاملين فيها، بدءا من مديرها العام وبدءا أيضا من هيئة علماء المسلمين التي تقف وراء هذه القناة الرائعة والمجاهدة. للإجابة على هذا السؤال أعود إلى ما قدمتموه في مقدمتكم، قلتم أنه من أسسوا هذه القناة كانوا يبغون منها أهداف معينة، ومن هذه الأهداف أقول لك أنه في ذهنهم، في رؤيتهم، في تصورهم، في الإطار الذي وضعوه، هي منهج حياة وليست قناة. الرافدين ليست قناة، الرافدين مشروع لحياة، مشروع لازدهار، لتقدم العراق، لنهوض العراق في وقت صعب وفي وقت نشاز كان، وما زال هو هذا الوقت، وقت الاحتلال، بعد الاحتلال، بعد 2003 وبعد ظهور هيئة علماء المسلمين في عام 2003 واضطرارها للعمل السياسي، لأن وجدت الساحة فاضية، لا وجود لمن يدافع عن العراقيين، لا وجود من يقف ويرفع راية الحق في ذلك الوقت. كل القوى التي كانت مؤيدة للاحتلال وتصفق للاحتلال، فكان لابد من هيئة علماء المسلمين لتخرج إلى هذا الجو وتدفع بواحدة من أدواتها، واحدة من أدوات الحياة التي أرادتها للعراقيين، وهي قناة الرافدين. لذلك أنا لا أعتبر الرافدين قناة فضائية، أنا أعتبرها منهج حياة، منهج ازدهار، منهج نهوض، منهج مقاومة، هي مشروع المقاومة الحقيقة. لذلك كلمة الرافدين ربما في دلالاتها الرمزية من دجلة والفرات، النماء والخير والازدهار والتقدم، هذا كله تجسد الرافدين بفكرها، بتوجهاتها، بثباتها، باستقرارها. لذلك أهمية قناة الرافدين عندما خرجت في ذلك الوقت، في وقت كان في عشرات القنوات وما زالت الآن، عندما نعد عدد القنوات التي تعود للعملية السياسية والتي ترعى العملية السياسية وتدافع عن العملية السياسية وتدافع عن أحسابها وقواها ومملوكة لها، لتجارها ولأصحابها لميليشياتها لأحزابها، أكثر من 60 قناة كلها بتوجهات معينة، لكن ربما قناة الوحيدة، ومو ربما، أكيد هي القناة الوحيدة التي تميزت عن كل هذا بخطابها، بتوجهها، بثباتها الوطني، برؤيتها الحقيقية، هي قناة الرافدين. لذلك كانت صوت معبر. البعض كان يعتبرها يعني تغرد خارج السرب، نعم تغرد خارج السرب، لكن خارج السرب السيء، هي تغرد في سماء الحرية، في سماء الوطن، في سماء العراقيين، هي لأجل العراق ولأجل العراقيين. فلذلك كانت متميزة، كانت مرآة للحقيقة وما زالت مرآة للحقيقة. الحقيقة هذا جزء مما ميز الرافدين وجعلها ضرورة حتمية للوجود. ذلك أنا قلت هي ليست قناة، هي مشروع للحياة، مشروع المقاومة، مشروع للنهوض بالعراق. هذا جزء من صورة تميز هذه القناة الرائعة التي اسمها الرافدين، واللي منهجها كان بهذا الشكل، ومن أرادوا لها، وهيئة علماء المسلمين أقصد، من أرادت لها هذا المنهج حرصت على أن يستقر هذا المنهج في أذهان كل العاملين فيها، في إطارها العام، في تشكيلها، في رؤيتها، وهي استطاعت يعني مع مرور السنوات ببناء تراكمي أن تحقق جزء كبير من هذا الذي تريده. سنتحدث عما حققته من أهداف مرسومة أريد لها منذ البداية إن شاء الله في سياق هذه التغطية. نتحول إلى ضيفنا في عمان دكتور مثنى حارث الضاري، أعتقد سكايب معاه جاهز. عش عش. الدكتور مرحبا بك أولا.
اهلا ومرحبا، حياك الله اخي ماجد. اهلا وسهلا دكتور. القائمون على اطلاق مشروع قناة الرافدين الفضائية ادركوا منذ البداية انهم ازاء مشروع يتحمل مسؤولية او مهمة جسيمة وفادحة، مشروع اعلامي يتصدى لمشروع مدجج ووراءه ترسانة إعلامية هائلة، الأمريكية والإعلام الغربي وغيرها. هذه مهمة جسيمة، هل توقعتم أو توقع من أطلق القناة أنها ستنجح أو تستمر في هذه المواجهة غير المتكافئة بالمطلق، التكافؤ الإعلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أقدم التهنئة لك أخي ماجد وللأخ الدكتور رافع الفلاحي وللأخ محمد الجميلي مدير القناة ولكل العاملين في قناة الرافدين على هذه الانطلاقة الجديدة في ذكراها 16. والتحية كذلك والتهنئة لكل جمهور الرافدين الذين يتابعوننا الآن. نعم أخي ماجد، الانطلاقة لم تكن سهلة لأمور عدة. يعني الأمر الأول أنك تعمل تحت ضغط في إطار احتلال، والقوى المناهضة للاحتلال في ذلك الوقت كانت منشغلة بالتصدي للاحتلال بمختلف الطرق والوسائل، ومنها هيئة علماء المسلمين. وكنا نبني وسائلنا الإعلامية خطوة خطوة مع العمل السياسي وبموازرة العمل المقاوم الذي كان موجودا في الساحة، وفي ظل ظروف وصعوبات كبيرة جدا في حالة احتلال فريدة في القرن 21. لأول مرة نمر في العراق بهذه التجربة وبهذه الضخامة وبعد تدمير بلد كامل بمؤسساته وقلة النصير والداعم، فضلا عن حالة الذهول التي أصابت الناس جميعا في العراق، ليس في العراق فحسب وإنما في عموم الأمة. في هذه الأثناء كان هناك رأي بأنه لا بد لهيئة علماء المسلمين أن تنشط في المجال الإعلامي حتى تعبر عن رأيها، ولا نكتفي بالاستضافات في القنوات الفضائية على الرغم أنها كانت كثيرة، وكانت الهيئة وقتها هي المعبر الأول عن الشعور المواطن العراقي في التصدي للاحتلال. فتقرر حينها إنشاء قسم للإعلام، ومن ثم إنشاء جريدة البصائر أو تأسيس جريدة البصائر، ثم الموقع الإلكتروني لهيئة علماء المسلمين، ثم إذاعة أم القرى. وحين عندما تكاملت لدينا هذه الأدوات بدأ التفكير بالاتجاه نحو القناة الفضائية والقناة التلفزيونية على الأقل، حتى وإن كانت أرضية في المرحلة الأولى. وتمت الموافقة وبدأنا بمشروع في الأول. هذا المشروع يعني تعثر بظروف كثيرة، لعل من أهم هذه الظروف هو قلة الخبرة لدينا أولا، وقلة الخبرة عموما في العراق. العراق لم يدخل سوق الإعلام الحديث، سواء كان الإعلام على يعني الإعلام الإلكتروني أو تأسيس القنوات الفضائية. دخلنا حقبة جديدة وبدأت تتكاثر حولنا وسائل الإعلام، ومنها القنوات الفضائية المدعومة أمريكيا بكل وضوح وكل صراحة. نشأت قناة ما تسمى قناة العراقية الحكومية، ثم قنوات أخرى تتابعت بعد ذلك الأحزاب والقوى السياسية المتعاونة مع الاحتلال. فنشأت الفكرة وتم اختيار هذا الاسم الرافدين لدلالته، وتم تسجيله رسميا وقتها، وبدأنا بالخطوات الأولى التي أخذت منا أشهر في اختيار يعني شعار القناة، كتابة أهداف القناة، تأسيس الفكرة الرئيسة لها، محاولة إقناع أيضا، أقول بكل وضوح وصراحة، إقناع الإخوة في الهيئة، في مجلس شورى الهيئة، في بعض القوى الأخرى المتعاونة معنا على جدوى هذه القناة، لأن بعضهم من خارج الهيئة اقترح وقتها أنه ماكو جدوى لقناة، وإنما ممكن تشترون هكذا بهذه العبارة ساعات من القنوات الأخرى. كيف؟ قال يعني تعطون للقناة الفلانية مبلغ شهري كذا ويستضيفونكم بدل ما تصرفوا الرواتب وأمور مالية وأنتم وضعكم صعب. كانت الفكرة حقيقة بعضهم حبذها، ولكن كانت المشكلة في السؤال، طيب إذا حصل مفصل ما متغير ما في الساحة السياسية العراقية وبدأت هذه القنوات لا تستضيف الهيئة وضيقت عليها، سيغيب صوتنا وسنندم حينها لماذا لم ننشئ القناة عندما كانت يعني الجهود بعد يعني في انطلاقتها الأولى وهناك عزم وقوة وإصرار على هذا الأمر. فترجح والحمد لله رأيي بأنه نقتنص الفرصة ونجرب، إن نجحنا فبها، وإن لم ننجح نكون قد قمنا بما يلزم، ويعني أبرانا الذمة أمام الله وأمام الناس. وبالمناسبة كانت هناك ضغوط كثيرة من جمهور القوى المناهضة للاحتلال وجمهور المقاومة على الهيئة لإنشاء قناة. كنا نعتذر، الإمكانات غير متوفرة، الخبرات غير موجودة، الظروف صعبة، إنشاء في العراق لنا ستستهدف، لابد تكون في الخارج،
وهذا يقتضي أيضا صعوبات أخرى، لكن تحت الضغط تم اتخاذ القرار وكلفت بهذه المهمة، وبدأنا بالخطوة الأولى بالتشاور مع بعض الإخوة، شكلت لجنة، وضعنا التصور الأول للقناة، ثم بدأنا في موضوع التمويل، وهو كان تمويل بسيط جدا يكاد يعني لا يسير القناة إلا لمدة قصيرة، ولكن كلامنا بالله كبير. والحقيقة يعني واجهنا صعوبة أولى في تسجيل القناة، فقد رفضت مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي تسجيلنا لأنه قناة. اسمعني دكتور مثنى، سنتحدث عن أبرز الصعوبات والتحديات التي رافقت القناة منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة، سواء في العراق أو خارج العراق. اسمح لي نتحول إلى ضيفنا في عبر سكايب، الأستاذ وليد الزبيدي إن كان جاهزا. أستاذ وليد مرحبا بك. مرحبا، حياكم الله. أهلا. قناة الرافدين كانت هناك طبعا، القائمون عليها ومحبوها يتحدثون أنها كانت ضرورة لابد منها في لحظة مفصلية، في لحظة دقيقة وحساسة من تاريخ العراق بعد العام 2003، وقوع البلد في قبضة الاحتلال والمشروع الاحتلال السياسي وما خلف من مشهد كارثي في العراق. ماذا لو لم تكن قناة الرافدين موجودة وهذا المشهد في العراق موجود مع كل هذه الآلة الإعلامية حكومية وأمريكية وغيرها، مع هذا الكم من التضليل والتزوير لما يجري حقيقة في العراق، لو لم تكن قناة الرافدين الفضائية كيف سيكون المشهد؟ الرأي العام من أين سيستقي ربما جزء من حقيقة المشهد؟ تأكيد الرافدين كانت استجابة طبيعية لحقبة خطيرة مر بها العراق وعاش العراقيون وأيضا الأمة، ليس العراق فقط، لأن غزو العراق واحتلاله لم يتوقف أمره على حالة الأمة في العراق. أريد أن أتوقف عند اختيار لكي يكون جزء من الجواب، اختيار يوم 10 نيسان يعني ذكرى أو لانطلاق هذا المنبر الإعلامي المهم والحيوي والتاريخي. حقيقة هناك خطأ شائع بين العراقيين، أو شائع جدا حتى لدى السياسيين والمهتمين بالشأن العراقي، يعتبرون يوم 9 نيسان هو احتلال العراق، ولكن لا أعرف إذا كان الأمر متعمد أو مقصود أن يكون اختيار انطلاق القناة في 10 نيسان. 10 نيسان هو اليوم الأول للاحتلال، يعني ليس 9 نيسان، لأن 9 نيسان عام 2003 كان آخر يوم في مظاهر سيادية للدولة العراقية القائمة منذ عام 1921. في ذلك اليوم معالم السيادة صدرت 3 صحف عراقية، ويعني في يوم 9 نيسان، وكانت الإذاعة الرسمية أيضا تبث حتى مساء يوم 9 نيسان، وصباح يوم 9 نيسان ظهر أحد معالم المعالم السيادية للدولة، كان السيد الأستاذ محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام حينذاك، ظهر صباحا في فندق المرديان حيث يتجمع الصحفيون. ثم عصر ذلك اليوم تم حدث اسقاط تمثال الشهير للرئيس الراحل صدام حسين. فاذا ما نريد قوله ان 9 نيسان كان امتداد للغزو الذي بدا 19/20 اذار حتى 9 نيسان، وكل فعل كان يحصل في ذلك الوقت ضد القوات الغازية هذا يدخل ضمن واجب الجهات المعنية، سواء جيش أو أجزاء أمنية أو غيرها من القوات المسلحة. في نهاية ذلك اليوم 12 9 نيسان انتهت يعني معالم السيادة، وأصبح كل من يحمل السلاح ضد قوات الاحتلال الأمريكية لا ينتظر يعني لا عقوبات لا ثواب ولا غير ذلك ولا أي مغنم. لهذا أصبح أي فعل يوم من الساعة 12 يوم 10 نيسان هو فعل مقاوم. وبالمناسبة عندما تنطلق قناة الرافدين في 10 نيسان في أي أول يوم الاحتلال، وفي هذا اليوم أيضا لابد من أن نذكر أنه المقاومة العراقية انطلقت في 10 نيسان 2003
وفي هذا اليوم قتلت أول اثنين من الجنود الأمريكيين وجرحت عدد منهم في بغداد. ويؤرخ هذا الحدث أن اليوم الأول للاحتلال شهد مقاومة عراقية، وهو ما لم يحصل عبر التاريخ على الأقل الحديث، أي أن المقاومة العراقية البطلة والشجاعة والتي تبنت نهجها وقدمت لها ورعتها ودافعت عنها وشجعتها قناة الرافدين بكل احترافية وبجهد كبير بذله القائمون عليها، وهو يسجل لها، لأن هذه المقاومة كما تعلمون ويعرف الجميع أنها حوصرت وطوردت أمنياً وعسكرياً وفوق ذلك إعلامياً. يعني عندما رصدت الولايات المتحدة مبلغ مع دخول قواتهم واحتلال العراق في جريمتهم البشعة بحق العراق وحق الأمة، رصدت 400 مليون دولار في الوجبة الأولى لدعم كل وسائل الإعلام التي ظهرت، وجميع وسائل الإعلام سواء كانت صحف أو إذاعات أو مواقع إلكترونية أو فضائيات ظهرت بعد الاحتلال مباشرة كانت تروج بصورة مباشرة لجرائم المحتل الأمريكي، ولدينا شواهد وأدلة كثيرة على الأخبار والتقارير والمقابلات التي تبنت ودعمت وغطت على جرائم الاحتلال. وحتى الإعلام العربي أيضا بالمناسبة، جميع وسائل الإعلام العربية يمكن القول أنها دعمت الاحتلال ودعمت الحكومات، دعمت العملية السياسية بكل ما تملك وتقوم عليه من جرائم وفساد وتدمير ومحاولة تشظية المجتمع العراقي وتجبير الأمراض المجتمعية فيه. اللهم لا بد أن نذكر فقط قناة، وهذا التاريخ، قناة الجزيرة كانت تنشر يعني في فترات متقاربة لقطات قصيرة من فعل المقاومة عندما بدأت فصائل المقاومة تبث بعض نشاطاتها على شكل إصدارات. أما وسائل الإعلام العربية وقفت للأسف الشديد، وأقول أكثر من 99% منها. أما وسائل الإعلام التي ظهرت في العراق فهي 100% مع المشروع الجرامي الاحتلالي بهذه الصورة وسط هذه الظروف والتصاعد غير الطبيعي والهائل والكبير للمقاومة العراقية في عام 2003 و4 و5، فظهرت قناة الرافدين كضرورة ملحة وكبيرة، وعلى الأقل تزرع الأمل في المجتمع العراقي الذين كانوا لا يسمعون ولا يستهلكون إلا الإعلام السيء والأسود، هذا الإعلام الذي أراد أن يزرع اليأس في نفوس العراقيين، ولكن كان لقناة الرافدين وللقائمين عليها ولهيئة علماء المسلمين التي تبنت هذا المشروع المقاوم الوطني الدور الكبير في إنعاش الأمل وأيضا دفع الكثيرين لخط المقاومة. وكانت النتيجة كما يعرف الجميع تعرية الاحتلال بصورة تامة وتعرية المساندين له للأسف من الداخل والخارج، وانتصار إرادة الشعب العراقي المقاوم. الحقيقة هناك نقطة مغزى التاريخ التأسيس أو اختيار 10 نيسان، نسأل عنها دكتور مثنى حارث الضاري وبعدين نرجع إلى دكتور رافع. دكتور، اختيار هذا التاريخ كان اختيارا مقصودا بمغزى متعمد، أم أن هذا التاريخ أملته ظروف التأسيس الأولى ولذلك اكتملت الظروف فكان تاريخ 10 نيسان، أم أنه مقصود الحقيقة من القائمين على تأسيس قناة الرافدين؟ نعم، كان مقصودا، يعني إشارة الأستاذ الأخ العزيز ولي الزبيدي لذلك مهمة. يعني لا أخفيكم، كانت الاستعدادات في القناة غير مكتملة، كنا نحتاج الانطلاق وقتها تقريبا إلى شهرين أو شهرين حتى ننطلق، وكان مقررا بأن يكون الانطلاق يعني ليس في 10/4 وإنما قد يكون الانطلاق في 1/5 و1/6، لأنه كما تعلمون انتقلنا من فكرة الافتتاح وإنشاء القناة في الإمارات إلى مصر، فاتخذت يعني الأمور مجرى آخر وتجارب أخرى، فكان يعني نحتاج شهرين على الأقل.
ولكن في الهيئة صار تبادل الرأي حول هذا الموضوع، وتم الاتفاق على أنه تنطلق القناة حتى وإن لم تكن جاهزة 100% يوم 10/4، لأنه بتاريخ قريب، حتى تكون رد على الاحتلال، وأنه هذا الفعل الإعلامي المقاوم سينطلق في يوم 10/4، في اليوم الأول للاحتلال كما تفضل الأستاذ وليد الزبيدي، في اليوم الأول لانطلاق عمليات المقاومة. ومن هنا يحق وصف القناة أو توصف القناة بأنها قناة مقاومة، لأنها يعني اختارت هذا التاريخ بالتحديد، وقد وافق أيضا من الأمور يعني التقديرات الربانية أنه وافق ذلك اليوم المولد النبوي، فهذا شجع بعض الإخوة في الهيئة، قالوا إذن الاختيار صائب، وانطلقنا في ذلك اليوم. وأنا أقول بكل صراحة وكل وضوح، كنت في القاهرة مع الإخوة عند الانطلاقة، ما كانت الانطلاقة بالشكل الذي كنا نتمناه مراعاة لإيصال هذه الرسالة، وأعتقد بأن الظهور بشكل غير مكتمل إعلاميا غير مقبول، ولكن لما تريد أن توصل رسالة مهمة وتفخر بها بعد هذه السنوات يعني أصبح الأمر مجديا. وأظن القناة في إحدى سنوات احتفالها بذكرى التأسيس في مصر أنتجت وقتها فاصلا ترويجيا يربط بين هذين التاريخين، يعني يوم 9/4 احتلت بغداد، وفي يوم 10/4 انطلقنا، هكذا أذكر أن الفاصل كان يتحدث بهذه الطريقة. أشكرك مشاهد الكرام، توقف في هذا الفاصل فنشاهد تقريرا عن أبرز المحطات ما بعد العام 2003، المحطات الوطنية والحركات الشعبية التي واكبتها قناة الرافدين الفضائية في تغطيتها الإخبارية المستمرة للوضع في العراق، ونعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 16 لانطلاقة الرافدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 16 لانطلاقة قناة الرافدين الفضائية. ضيوف التغطية الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وأيضا الإعلامي والباحث السياسي وليد الزبيدي، ودكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. دكتور رافع، هناك الحقيقة من يؤكد أن قناة الرافدين الفضائية كانت نموذجا نزيها وطنيا للإعلام المقاوم للشعوب والدول عندما تتعرض للاحتلالات العسكرية والأجنبية. هل فعلا كانت هذه القناة، قناة الرافدين، نموذج وطني لا ينتظر تحقيق عوائد مادية على جريا على العمل الإعلامي من إعلانات من دعايات بلا فائدة بلا مردود مادي، وكانت فعلا نموذج المنكر للذات تقدم رسالتها بدون أن تنتظر عائد مادي؟ هذه حقيقة واقع، يعني أنت تقول وكانت متفردة يعني؟ نعم نعم، يعني أنت تقول البعض ربما يعتقد، أنا أقول إنه كل شريف وكل نزيه وكل حيادي على الأقل، وأنا لا أؤمن بالحيادية في الإعلام على يعني على ذكر هذه المقولة، لكن على الأقل كل نزيه وكل من له رؤية حتى ولو كان خصم
لكن خصم شريف ويقاتلك بشكل شريف، وهذه قلة موجودين، عليه أن يقول أن الرافدين كانت وما زالت نزيهة، كانت دقيقة صادقة، كانت تمثل الإعلام المقاوم، كانت تمثل الرؤية العراقية الخالصة. هذا واقع الحال. يعني لو أعطيك مثالا، يعني إحنا لدينا مجسات في العراق كله، ونعرف أن قناة الرافدين ربما القناة رقم واحد المشاهدة في العراق على الأقل، يعني من كل هذه القنوات هناك الآن ربما هناك 60 قناة فضائية موجودة، لكن قناة الرافدين مشاهدة من الجميع، حتى ممن يقفون ضد الرافدين يشاهدونها، لأنه حتى من يطلعون على القنوات الأخرى يريدون التحقق حتى من الخبر إن كان صحيحاً أو خطأ، يذهبون إلى الرافدين للتحقق منه. فهذا يدل على أن الرافدين كانت وما زالت منبر حقيقي ومنبر صادق للتعبير عن رؤية العراقيين، لم تندفع إلى الطائفية، لم تندفع إلى الانحياز، لم تندفع إلى، وأنا أقولها وبكل صراحة، لو أن الرافدين اندفعت إلى الطائفية لكان هناك مساندة لها، ولكان دفعت أثمان كبيرة لها من السلطة. نعم، من نعم السلطة، نعم، ومن كل أحزاب، نعم، ومن كل قوى أخرى، لكان دفع لها لو دفعت إلى الطائفية. الرافدين ظلت بمنهجها الذي ينظر إلى العراق كعراقي بدون انحياز إلى مذهبه، إلى رؤية عراقي فقط، وكانت بنفس عراقي وبرؤية عراقي وبهوى عراقي وتفكير عراقي ومنطق عراقي. وجرت دكتور ذا جرت محاولات لاستمالتها وإغرائها وجرها إلى مربعات الإعلام المشروع، نعم، الأمريكي. نعم، وهذا ما يبغونه. هذا أمنيتهم أن تندفع الرافدين بهذا الاتجاه، وستساند، كان ستساند. الرافدين متميزة لأنها ظلت واقفة مستندة إلى الحق، ثابتة في مكانها رغم قلة الإمكانيات. يعني عندما تقارن كانات الرافد، أنا أقصد الإمكانات المادية ولا أقصد الإمكانات الفكرية وإمكانات الرؤية وإمكانات الاستعداد وإمكانات التضحية، هذه لا أحد مفروغ منها، المفروغ منها لا أحد يوازي الرافدين فيما تمتلكه، امتلاكه كبير وعظيم وهائل، لكن في الإمكانات المادية الكل أكثر قدرة مادية منها، لكنها بموازاة هذا لم يعيقها، استطاعت أن تجعل من هذا عتبة تجتازها وتقف بكل جرأة وبكل قوة لتدافع عن الحق، لتغرد في سماء الحق بشكل واضح. البعض يعني بالحديث عن النشاز وغير النشاز، الرافدين في المكان الصحيح والحقيقي والوطني والمطلوب والدقيق، وكل ما من يعادي العراق ويتجه اتجاهات طائفية، اتجاهات فئوية، يحيي الرايات الصغيرة، هؤلاء هم النشاز، هذا هو الصوت النشاز، مهما كانت إمكاناته، مهما كانت قدراته، مهما كانت الطرق المعبدة له. نحن يعني في الرافدين كنا وما زلنا نواجه عقبات كثيرة، الكل يقف ضدنا لأنه بندقية مقاومة، الرافدين بندقية مقاومة، بندقية العراقيين وليست بندقية هيئة علماء المسلمين، بندقية إعلامية للمقاومة. نعم، بندقية العراقيين في مقاومة كل هذا السيل من الكذب والتضليل والرياء والدجل والاستعداد للخنوع إلى المشروع الأمريكي، مشروع الاحتلال والاستمرار به. هذا جزء مما ميز الرافدين، وجزء مما يجعل الرافدين محلق فوق وتستحق التقدير والتكريم. وعندما نحتفي بها في مثل هذه الأيام، وفي كل يوم نحن نحتفي بها بزهو، يعني بفرح كبير، ونحن نعمل فيها ومملوئين فرح وتقدير واحترام لها والعاملين فيها ولمن يقف وراءها، لأنه هذا منهجها، هذا إطارها، وهذا إطار شريف وإطار راقي بكل معنى الكلمة، يعني بالمعايير الإعلامية، بالمعايير الحقيقية، بالمعايير السياسة، بالمعايير الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية. هذا هو الإطار المطلوب والإطار المراد. نعم. أستاذ وليد، هل يكفي الإعلام المقاوم مثل قناة الرافدين الفضائية أن تراهن على عدالة قضيتها، على عدالة القضية التي تدافع عنها، على نبلها، على حقها، لكي تستمر هذا الإعلام، قناة الرافدين، لكي يستمر، لكي ينجح، لكي يترسخ، يعتمد على هذه الذخيرة، ذخيرة القضية، ذخيرة الشعب، لينجح، يستمر ويبقى نابضا بالحياة؟ هل تعتقد أنه هذا كافي؟
يعني هو الحقيقة بالعودة إلى تاريخ القناة والمنجزات التي قدمتها والظروف الكبيرة والخطيرة التي عاشها العراق وبالتالي عاشتها القناة والقائمين عليها والداعمين لها والمواكبين لعملها. يعني نرى أشبه بالمعجزة التي يعني قدمتها قناة الرافدين. قناة الرافدين قناة مقاومة، وليس جديد أن نقول أن البلد احتل من أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة، ودعم هذا الاحتلال من الغالبية العظمى من الدول العربية والإسلامية والعالمية، وفي النهاية هذه معضلة وتأدية هذا الدور خطير جدا. فقط لكي نعرف حجم وأهمية قناة الرافدين والدور الذي قدمته وأدته خلال السنوات منذ ظهورها وحتى الوقت الحالي، المقاومات في العالم على الأقل في العصر الحديث حصلت على دعم لا نظير له، دعم إعلامي أنا أتحدث، الدعم العسكري الذي حرمت منه أيضا معروف هذا. الدعم الإعلامي الذي قدم على سبيل المثال للمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني منذ أول أسبوعين في عام في حزيران 1940 فتحت قناة البي بي سي وهي الأشهر كانت في ذلك الوقت جميع إمكانياتها لخدمة شارل ديغول قائد المقاومة الفرنسية وبدأت تبث بياناتهم باللغة الفرنسية واللغات الأخرى أيضا، واستمرار إلى 1945 حتى انتصرت ضد الألمان. أيضا في فيتنام معروف أنه من أواخر الستينات حتى 1975 عندما انهزم الأمريكان كل الجهة الشرقية والمنظومة الشرقية تدعم المقاومة الفيتنامية. المقاومة الجزائرية من 11/1954 حتى انتصار الثورة الجزائرية 1962 جميع وسائل الإعلام العربية تدعم إعلامياً المقاومة الجزائرية. من 1965 ولحد الآن جميع وسائل الإعلام العربية تدعم المقاومة الفلسطينية إلا المقاومة العراقية. حقيقة ليس دعم وإنما يعني جوبهت بحرب وخذلان ومعادات لكل من يقف مع قناة الرافدين أو يظهر فيها ويتحدث عن قضية العراق. هذا واقع حال قناة الرافدين. فما قدمته القناة لو تخضع دراسات علمية وأكاديمية لوجدوا أنها ما قدمته، وطبعا ساعدها في ذلك شجاعة المقاومين، شجاعة وإصرار وثبات المناهضين للاحتلال والعملية السياسية، وتناغمت مع هذا الخط بقوة. ولكن كان دور القناة حقيقة متميز على أكثر من صعيد، فهي معنية ببث الروح المعنوية عند العراقيين، وأيضا التصدي لمحاولات الإحباط والتثبيط، وأيضا فضح جرائم الاحتلال وجرائم القائمين على العملية السياسية وما حصل بالنسبة للعراق. لا يمكن حصر أو تحديد ما قدمته وأنجزته المقاومة قناة المقاومة الرافدين بكلام قصير، وإنما يحتاج الكثير من الدراسات لكي نقف ونعطي هذا المنبر الإعلامي حقه فيما قدمته. نعم دكتور مثنى، بالعودة إلى سؤال مؤجل عن أبرز التحديات أو الصعاب أو المحطات العصيبة التي صادفت مسيرة قناة الرافدين، تطرق الضيوف هنا وأيضا جنابك أن الطريق لم يكن سهلا ولم يكن معبدا، نريد أبرز التحديات والصعاب والتي منها ربما كانت تهديدها وجوديا لقناة الرافدين وربما كاد أو أوشك أن يقتل هذا الصوت العراقي الوطني. نعم هي كثيرة جدا، وقسم أو القسم الغالب منها لم نتحدث عنه سابقا، لا يعرفه إلا المقربون من القناة أو بعض العاملين فيها. يعني الصعوبة الأولى كانت فضلا عن التحدي في أن تنشئ قناة في زمن احتلال والعيون تترقبك وجنود الاحتلال والمتعاونون مع الاحتلال يترصدونك ليلا نهارا،
فأسسنا مكتبا فقط للإعداد لانطلاقة القناة، وكان هذا المكتب يعني يضمني أنا واثنين من الإخوة، أحدهما ما زال إلى الآن مذيعا ومقدما في القناة وهو الأخ الدكتور سنان الشيخ، وشخص آخر خرج من القناة لظروف خاصة لعمل خاص آخر. أجرنا منزلا قريبا من مقر الهيئة في جامع أم القرى في حي العدل، وهذا المنزل كنا نتردد عليه من أجل التحضيرات الأولية لانطلاق القناة بعد أن تقرر أن القناة لا يمكن أن تفتح في العراق للظروف الصعبة. كان المقر الأول للقناة موجودا في بغداد، ولكن قبل الانطلاق تقرر نقلها إلى خارج، نقل القناة إلى خارج العراق بسبب الأوضاع الأمنية. هذا المنزل الذي كنا نتردد عليه صباحا فقد دهم، واعتقل فيه اثنين من الإخوة من أعضاء الهيئة ليلة، واعتقل أحدهما وفرج عنه بعد مدة، ولكن أحدهما وهو الآن من العاملين البارزين في مؤسسات الهيئة وعضو مجلس شورى الهيئة، اعتقل مدة طويلة في ملجأ الجادرية المشهور، ولم يطلق سراحه إلا بعد مدة طويلة جدا. هاي كانت الصعوبة الأولى والتحدي الأول لنا في أول خطوة، يعتقل أحد العاملين في القناة ويغيب، وقدر الله سبحانه وتعالى ينجو من يعني هذا تلك خلينا نقول يعني الواقعة الأليمة. بعد ذلك عندما انتقلنا إلى خارج العراق حاولنا أن نفتح القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي كما قلت قبل قليل في دبي، ولكن رفض الطلب. وواضح هذا ينطبق تماما مع كلام الأستاذ وليد الزبيدي أنه لم تكن السبل مفتوحة، بل كانت المعوقات موضوعة أمام أي إعلام أو أي صوت للمقاومة، فرفضت أو لم تقبل لأن منطلقات القناة كانت واضحة وظاهرة ضد الاحتلال، وهذا لا يمكن أن يكون. بعد ذلك انتقلنا إلى القاهرة، والقاهرة وقتها لم تكن هناك قنوات عراقية، لم تسبقنا إلا قناة واحدة ما زالت أيضا يعني قيد التجريب ولم تنطلق، وهي قناة البغدادية. فكانت تجربة جديدة أن تفتح قناة عراقية، ومن هواة أقولها بكل صراحة، هواة ما كان لنا خبرة في هذا العمل، لكن استعنا بإحدى الشركات المصرية. وبدأت الصعوبة الثانية، شركة مصرية متخصصة بافتتاح تأسيس القنوات وافتتاحها، ولكنها تريد أن تعمل وفق الطريقة القديمة، ما تعمل بالطريقة الجديدة، الطريقة يعني التطور الإعلامي الذي حصل على وسائل الإعلام و الانتقال من الشرائط العادية إلى الديجيتال وما إلى ذلك. فانتقلنا إلى شركة ثانية، والحمد لله الشركة الثانية أكملت تجهيز القناة من النواحي الفنية. بدأنا مرحلة ثالثة من الصعوبات، وهي كيفية جمع فريق تحريري لقسم الأخبار ومذيعين ومقدمين. المذيعين والمقدمين كانت النواة الأساسية هي نقل الإخوة وأغلب الإخوة في قناة في إذاعة أم القرى إلى القاهرة، فأغلب من عمل في الإذاعة انتقل للعمل في القناة، ومنهم الأخ مدير الندوة الآن، الأخ مقدم الندوة الأخ ماجد الجميلي. ولكن واجهتنا صعوبة في فريق التحرير، لأنه المحررين الأخبار في ذلك الوقت أغلبهم يميلون مع الأوضاع القائمة، فتواصلت مع بعض المحررين البارزين، والآن قسم منهم مشهور جدا يعني ويديرون قنوات خاصة، واتفقت مع اثنين منهم على أنه يكون العمل معنا في القناة، ولكنهما اعتذرا بعد يعني أسبوعين فقط بسبب السياسة التحريرية للقناة. يعني اقترحوا لا نقول الحكومة الحالية، نقول الحكومة العراقية، وكأننا نعترف بالاحتلال. اعترضوا على كلمة الكيان الصهيوني، لازم نقول إسرائيل، بنقول الكيان الصهيوني، نخفف لهجتنا تجاه الاحتلال. طبعا هذا يختلف تماما. فيبدو بعض الناس يعني يخشى أن يعمل في هكذا قناة. وأذكر الآن أنه بعد أن انطلقت القناة، كانت القناة كما يقول مديرها الأول، وهنا أوجه له التحية على الجهود الكبيرة التي بذلها الأستاذ محمد حميد رشيد العاني أبو صهيب، كان يقول قناتنا هي أكثر قناة تحتوي على ضوابط في العالم. فعلا في ضوابط سياسية، ضوابط فنية، يعني صورة القناة ماذا يظهر على الشاشة، نحن نتبع إلى هيئة شرعية، وهذه الشرعية لها ضوابطها الشرعية أيضا، قد يتفهم بعضهم بعض المرونة في العمل لكن آخرين قد لا يتفهمون ذلك، فعملية الموازنة صعبة جدا. فضلا عن ذلك صار القرار بأنه تصير القناة إخبارية، لأن لا يمكن أن تكون قناة وطنية ومقاومة وتابعة لهيئة علماء المسلمين والقوى المنايضة للاحتلال وأن تظهر فيها دراما على سبيل المثال أو أفلام أو ما إلى ذلك أو برامج اجتماعية مفتوحة، وإنما كانت قناة إخبارية موجهة بشكل كامل. وهذا ألقى عبء علينا كبير جدا في أنه ضغط إعلامي من الصباح إلى المساء، مو مثل باقي القنوات. أنا إذا تلاحظون بعض القنوات
يعني فقط فترة الذروة من الساعة 8 مساء إلى الساعة 12 عندها برامج إخبارية وتغطيات وتقارير وما إلى ذلك، على استحياء أيضا بعضها، لكن فترة الصباح تملأ بالمسلسلات المعادة والأفلام الوثائقية وما إلى ذلك. هذه بعض الصعوبات، وهناك صعوبات أخرى مستمرة إلى الآن يعني. لكن فقط نقطة أخيرة باختصار، كل هذا حصل ونحن أقولها بكل صراحة، كل هذا الجهد بذل، ولكن أنا من وجهة نظري كمؤسس للقناة مع إخوتي وكمشرف عليها عدة مرات أقول بأنها لم تبلغ مستوى الطموح بالنسبة لي شخصيا، لأنه كنت أتمنى تكون أكثر، لكن هذه الظروف وهذه هي الإمكانات. وهنا أنبه على التفريق بين المادة التي تعرضها القناة والشكل الفني، يبدو أن بعض الناس ينظر إليها كشكل فني دون أن ينظر إلى المغزى منها اللي أحدث تأثيرا كبيرا جديدا، وأصبحت أداة وسلاحا لنا في الوقت الذي احتجناه، ومثال ذلك ثورة تشرين الأخيرة. شكرا. نشاهد هذا التقرير الحقيقة عن أهمية دور الإعلام المقاوم في زمن الاحتلالات، والتي كانت قناة الرافدين نموذجا حيا وواضحا لهذا الإعلام المقاوم. ثم نعود لتتمة النقاش مع ضيوف هذه التغطية الخاصة. للإعلام المقاوم تأثير كبير على الرأي العام، لا سيما بعد تعرض البلدان للاحتلالات العسكرية الأجنبية، ومنه ما جرى في العراق عام 2003 ومحاولات الآلة الإعلامية الأمريكية والغربية تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، ومحاولات تشويه أي صورة أو شكل من أشكال المقاومة العراقية، سواء كانت هذه المقاومة مسلحة أم بأشكال أخرى. The threat from Saddam Hussein and weapons of mass destruction, chemical. ويستحضر هنا كذبة أسلحة الدمار الشامل وعلاقة العراق بالمنظمات الإرهابية التي سوقها الإعلام الأمريكي والبريطاني، والتي استندت إليها إدارة بوش في غزو العراق. عمل الاحتلال الأمريكي والقوى الحزبية التي جاءت معه على تسويق خطاب سياسي مضلل وشيطاني هدفه الخلط بين المقاومة العراقية وما يسمى بالإرهاب، وإثارة النعرات الطائفية وتفتيت النسيج الاجتماعي وتهشيم الهوية الوطنية الجامعة. أثار تصدي الإعلام العراقي المقاوم لهذا الخطاب المخاوف الأمريكية من خسارتها المعركة الإعلامية، فعمدت إلى إنشاء كتائب إلكترونية ومواقع ميليشياوية في منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن القنوات الفضائية الطائفية لنشر الأخبار التضليلية والإشاعات في سياق الحرب النفسية والإعلامية ضد عدو الاحتلال وهي المقاومة العراقية، وتلميع صورة الغزو وتقديم صورة زائفة مغايرة لحقيقة ممارساته في العراق، حيث تصدى لفضح هذه السياسة الإعلام العراقي المقاوم، ومنه قناة الرافدين الفضائية التي كانت الأنموذج المشرق للإعلام الوطني المقاوم الذي لم يهادن ولم يساوم، وما زالت في معركة إعلامية مفتوحة ضد مشروع الغزو الأمريكي وكل مخرجاته الحالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة، في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 16 لانطلاقة قناة الرافدين الفضائية. ضيوف التغطية الدكتور مثنى حارض الضاري والأستاذ وليد الزبيدي والدكتور رافع الفلاحي. دكتور، فيما يتعلق بقناة الرافدين أنها كانت نموذجا ومثالا للإعلام المقاوم في العراق طبعا بعد وقوع العراق في قبضة الاحتلال الأمريكي، قامت بهذا الدور بإمكانياتها البسيطة، مستمرة منذ يعني 16 عام في تغطية إخبارية مستمرة مسلطة الضوء على المشهد الكارثي الموجود في العراق. لكن هناك من يقول أن هذا الإعلام وقناة الرافدين الحقيقة لم يرتقي إلى حجم الكارثة ومداها الموجود في العراق على الرغم من كل الجهود التي قدمتها،
إذا كان هذه المقاربة صحيحة، ما الذي حال دون ارتقاء هذا الإعلام وقناة الرافدين؟ أتحدث عن قناة الرافدين لحجم هذه الكارثة الكبرى. أولا أستاذ ماجد، الارتقاء لحجم الكارثة الكبرى التي حصلت في العراق لا يمكن لأي قناة، لأي مؤسسة، لأي تنظيم، لأي شكل من الأشكال أن يعني يغطيها ويتابعها بهذا الشكل. ترسانة إعلامية هذه، لأنه حجم الكارثة كبير جدا جدا. العراق سحق تماما، بلد بكامل تاريخ كامل سحق سحقا، يعني ما جرى في العراق لم يجري في أي بلد. أنت تقرأ التاريخ لم يحصل لبلد مثل ما حصل للعراق. هذا الذي حصل مخطط لتدمير العراق، لإزاحته، يعني قطعة من الجذور، هذا الذي يحصل. ولا هذه القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن تحت المظلة الأمريكية والإيرانية، ماذا تبغي؟ يعني هذه ماذا؟ قطار مشروع الاحتلال ما زال على السكة طوال 19 سنة مضت وإحنا دخلنا بالسنة 20. هذا لأنه حجم المشروع كبير جدا جدا. ما حصل في العراق تغيير كبير جدا، تدمير كبير جدا، كل البنى التحتية دمرت، كل الإنسان استهدف الإنسان. يعني الآن في الإحصائيات إحنا دفعنا في العراق أكثر من 1.5 مليون شهيد. العراقيين دفعوا، العراق تحول إلى مقبرة، من شماله إلى جنوبه، من غربه إلى شرقه، ثقافته، حضارته، قيم الأخلاقية، قيم الإنسانية، قيم الدينية، قيم المجتمعية الجميلة الرائعة، كلها استهدفت. هذا شيء ليس قليلا وليس صغيرا، هذا كبير جدا ويحتاج إلى يعني سنوات طويلة وعقود طويلة وقرون طويلة لكي تستوعب دراسات ومحطات وقنوات ومؤسسات كاملة لكي تستوعب. وجزء، لا أقول كل هذه الكارثة، أيضا جزء من هذه الكارثة، كارثة كبيرة جدا جدا. لكن دعني أعود مرة أخرى إلى لفظة المقاومة هذه التي تتميز بها الرافدين. وأذكر هنا يعني رحمه الله الشيخ حارث الظاهري، الدكتور الشيخ حارث الظاهري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، كان يعني ردد على أسماعنا دائما كلما جاء ذكر الرافدين، وردد على أسماعنا دائما كل العاملين فيها، يقول إنهم لا يقلون في فعلهم عن المقاومين في العراق الذين يقاومون يمسكون البندقية ويقاتلون الأمريكان ضد الاحتلال، الاحتلال الأمريكي، نعم. نعم، لا تقلون عنهم شأنا، وهذا تكريم كبير. هذا يعني يضعك، وهذا يأتي القول ليس من شخص عادي، رحمه الله الشيخ حارث الظاهري رمز من رموز العراق، جبل كبير يعني ذهب ونحن نلوذ به ونحن نتكئ بظهورنا إليه، بقيمه، بفكره، بتسامحه، برؤيته، بكل هذا، هذه الرمزية التي يمثلها. عندما يقول هذا القول، هذا يعبر عن جوهر هذه القناة، عن جوهر العاملين فيها، عن جوهر الرؤية والأطار التي تأسست من أجله. هذا يكفي لكي يوضح قيمة الرافدين ولماذا الرافدين موجودة وما زالت موجودة. نعم، أشكرك دكتور. أستاذ وليد الزبيدي، في الدقائق الأخيرة من هذه الندوة، هل تعتقد أن الرافدين قد أدت المهمة، أبرأت الذمة، قامت بالمسؤولية، حققت جزء من أهدافها المرسومة لها، ولذلك هي الآن تستحق العرفان والشكر الوطني إذا جاز التوصيف من الشعب العراقي الذي واكبته في محنه من 2003 إلى اليوم، وأطلعت الرأي العام العربي على الأقل على حقيقة ما جرى من استهداف، من قتل، من اعتقالات، من تهجير وغيرها من مفردات المشهد الكارثي في العراق الجديد بعد عام 2003؟ يعني قدمت الكثير، وأعتقد ما زال أمامها الكثير أيضا. مهمة قناة الرافدين لم تتوقف عند نقطة معينة، نظرا للتداعيات المتواصلة والمستمرة والخطيرة للاحتلال وما جاء مساندا وداعما ومؤازرا له. وبهذه تحديد فقرة الجوانب التي تخص القناة وما مرت به والظروف التي عاشتها وما زالت، قد لا أتفق مع الدكتور مثنى حارث الظاهري بقوله أنه
يعني غير راضي بصورة كاملة عن قناة الرافدين، وهو الأقرب لها، ونحن أيضا قريبين من الرافدين. هناك صعوبات جمة عاشتها القناة وما زالت أيضا. على سبيل المثال، جميع وكالات الأنباء العالمية التي تعتمدها وسائل الإعلام كمصادر للأخبار، هذه بدأت يعني من الفرنسية ورويترز وغيرها من الوكالات يروجون للمشروع الاحتلال، وهذا أمر معروف. الوكالات المحلية أيضا في العراق التي أنشأها الاحتلال تروج للاحتلال، وهنا أنا أتحدث عن الستوري أو القصص التي يذكروها، وحتى المصطلحات، حتى الأخبار، انتقال الأخبار، لا يأتون بالأخبار التي تؤيد أو تدعم وتؤازر المحتل والعملية السياسية والأجهزة الحكومية. هذا قد لا يعني يبدو صعبا أمام الكثيرين، عندما كيف تتعامل غرفة الأخبار في قناة الرافدين، وكيف تنتج الأخبار، لأنها ليس لديها مراسلين، ولا يمكن لأحد أن يعلن أنه يعمل في العراق مع قناة الرافدين. فهذه كانت يعني جزء كبير من العمل الإعلامي الذي يواجه القناة، ومع هذا قدمت الأخبار بالطريقة التي أشكرك. تخدم العراق والعراقيين. هذا جانب، فقط جانب آخر. يعرف الجميع بأن العاملين في قناة الرافدين والذين يظهرون فيها تعرضت عوائلهم في الداخل للاعتقالات والتعذيب وغير ذلك، وهذا حال دون ظهور الكثير من الشخصيات يخشون الظهور في قناة الرافدين رغم قناعتهم بخطها المقاوم وأهميتها وخدمتها للعراق. مهمة قناة الرافدين مستمرة، والحمد لله قدمت الكثير في زمن المقاومة وبعد ذلك، وفي أيضا في مظاهرات شباط 2011 كان لها الدور المشرف والكبير. أشكرك دكتور مثنى. ثمة إجماع على أن قناة الرافدين قد حققت جزءا كبيرا من الأهداف التي رسمت لها، قامت بالمهمة، أدت جزء كبير من المسؤولية. ما الذي يتوجب عليها أن تفعل أو أن تستمر فيه في المرحلة القادمة؟ أم أن بنك أهدافها قد انتهى واستنفد؟ أهداف وطنية طبعا. لا، بالعكس، ما زالت يعني أعتقد أنها حققت الكثير، كما ذكر الدكتور رافع وكما ذكر الأستاذ وليد. وأنا يعني أقول ليست في مستوى الطموح، لأن طموحي أعلى، ولكن كأهداف مقارنة بغيرها من وسائل الإعلام، بل مقارنة ببعض القوى السياسية والتجمعات الحزبية وغير ذلك، قدمت الكثير الكثير وتجاوزتهم. يعني مجرد ثبات على هذا الخط واستمرار رغم الصعوبات على مدى هذه الأعوام، بينما قنوات أخرى أقفلت بعد انتهاء التمويل أو بسبب تغير رؤى معينة وما إلى ذلك، الذي سدد جراء هذا الموقف الثابت والمستمر، لكن اختارت أن تستمر. نعم، اختارت أن تستمر وبقت إلى الآن، وهي إن شاء الله تستمر بعون الله تعالى ومن خلال جهود الإخوة العاملين فيها والقائمين عليها، مع ملاحظة الآتي إذا كان الوقت يسمح. تفضل. تعرضت القناة لصعوبات لم تتعرض لها قناة أخرى. يعني مثلا مكتبها في بغداد استهدف بالتفجير، حادث تفجير إرهابي كبير جدا من قوى السياسية والميليشياوية اللي كانت موجودة في بغداد لإسكات صوته، واضطرينا لغلق مكتب بغداد، ولذلك ما عندنا مراسلين مثل ما ذكر الأستاذ وليد، مع أنه كان في مرحلة الأولى أكثر من 20 مراسل لدى القناة في كل المحافظات العراقية، لكن بعد ذلك بدأت القناة تتعامل مع شركات إنتاج. وإذا تلاحظون أغلب برامج القناة الآن في الشارع العراقي غير موجود شعار القناة أو اللوجو على الميكروفون، والناس تتكلم معهم بأريحية وهي لا تعلم أنها تتكلم للرافدين، لأنه بس منهم يرفض الظهور في الرافدين خوفا لا كرها للقناة. هذا أولا. ثانيا، القناة في مصر واجهت صعوبات كثيرة ومحاولات إغلاق من حكومة بغداد. وزير الخارجية وقته شيار زيباري عدة مرات اتصل بالحكومة المصرية للضغط على إغلاق القناة، وكانت الحكومة المصرية تبلغنا بذلك وتضغط علينا أيضا من أجل يعني التخفيف من بعض البرامج وما إلى ذلك، ومع ذلك حافظنا على سياسة إعلامية متوازنة حتى في ظل الظروف المتقلبة في مصر، ولم تغلق القناة إلا في بعد سنوات في العهد الأخير، واضطرت القناة للانتقال إلى تركيا. أقول بكل وضوح صراحة الآن في تركيا والجميع يعلم ذلك، لكن بقينا مدة طويلة لا نعلن عن مكان وجودنا لأنه نخشى أيضا أن نتعرض للإغلاق.
والقناة كان مقدر لها لا تنطلق تعود إلى الجو إلا بعد 3 إلى 6 أشهر بحسب التوقيتات المعتادة في نقل القنوات، ولكن التحدي خلانا نطلعها خلال أقل من شهر للوقوف بوجه حكومة المالكي وقتها ومكان يجري. كانت هناك فرحة عارمة عند المالكي والميليشيات بإشكال صوت الرافدين، ولكن في أقل من شهر عادت الرافدين وتعمل مع قناة أخرى حاجزين استوديو لمدة 4 ساعات، ثم بعد ذلك بعد مدة طويلة يلا خرجنا إلى استوديو مستقل. كل هذه الصعوبات مرت بها القناة فضلا عن التهديدات والمنع والإغلاق، عدة مرات أغلقت مواقع التواصل فيها، بل استهدف بعض العاملين، واذكر الآن أحد العاملين في أحد المخرجين استشهد في الرمادي برصاص قناص أمريكي وقتها. أما الذين تركوا العمل في القناة بسبب انتقالنا من مكان لمكان وعدم استطاعتهم يعني ترتيب أحوالهم كثير، فقدنا كثير من الإخوة العاملين، وما زالت كوادرنا في حالة استبدال دائم بخلاف القنوات الأخرى المتمكنة ماديا لديها الكثير من البدائل، بين مواصفات العاملين في القناة مواصفات خاصة، لذلك دائما نحن في حالة تجديد، وهذا يربك حالة العمل في القناة. ثم القناة الآن تضم عاملين من مختلف الجنسيات العربية وغير العربية، فيها إضافة العراقي السوري والفلسطيني والأردني والتركي والتونسي والليبي والجزائري، وهذه نقطة أخرى تحسب للقناة، فضلا عن أمور كثيرة قد يتسع وقت آخر الحديث عنها. شكرا دكتور. دكتور في دقيقتين إذا سمحت. أنا فقط عندي إضافة على ما قال الدكتور مثنى حارث الظاهري وما قال الأستاذ وليد. الحقيقة يعني في ما عملته قناة الرافدين في ثورة 25 شباط 2011، كنا نتذكر كانت أجهزة الأمن والأجهزة الميليشياوية في ساحة التحرير وفي كل ساحات التظاهرات تبحث عن، كانت الرافدين تقود الجماهير، يعني هذه يجب أن يعترف بها، وكل الدراسات المنطقية والمحايدة والنزيهة ستقول هذا، الدراسات الإعلامية أقول كانت تبحث هذه الأجهزة الميليشياوية الأمنية عن كاميرا الرافدين، يبحثون بين الناس من يصور للرافدين، من هو مصور الرافدين، واعتقلوا الكثير من الناس يعني هكذا لأنه يعتقدون أنهم يصورون للرافدين، لأن الرافدين كانت تشكل حالة جماهيرية عامة، لا يوجد في بيت في العراق إلا وفاتح نافذة تلفزيون على الرافدين، يتابع الرافدين لحظة بلحظة، ينتظر ماذا تقول الرافدين وثورة الجماهير وين ذهب. هذا جزء من حالة واحدة من حالات تميز الرافدين وهذه المكانة التي نتحدث فيها اليوم، ونحن مهما قلنا مقصرين في حق الرافدين لأن الرافدين أكبر من كل هذا. يعني هذه شكرا دكتور. في ختام هذه التغطية الخاصة التي قدمت بمناسبة الذكرى 16 لانطلاقة قناة الرافدين الفضائية في 10 نيسان 2006، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور مثنى حارث الظاهري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، وأيضا نشكر الإعلامي والباحث السياسي الأستاذ وليد الزبيدي كان معنا عبر سكايب، وأيضا نشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وحتى نلتقي في تغطيات خاصة أخرى في أمان الله.